أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد مجلس الوزراء السعودي أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها، مشددا على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية. وجدد المجلس الشكر والتقدير لأمير دولة الكويت على مساعيه وجهده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي. أطلقت قوات الأسد هجوما ضد الجيش السوري الحر في محافظة السويدة على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتمكنت قوات الأسد وفق المرصد من السيطرة على عدد من القرى والبلدات والتلال كانت تحت سيطرة الثوار. تخوض القوات العراقية اشتباكات قوية مع تنظيم داعش الإرهابي في إطار تقدمها لاستعادة آخر مواقع التنظيم في غرب الموصل بعد إعلان تحقيق النصر الكبير في هذه المدينة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار الموصل وأشاد بتحقيق قواته ما وصفه بالنصر الكبير. أخلت السلطات في بريطانيا البرلمان البريطاني بعد إنذار باندلاع حريق، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، ولم تتوفر إلى الآن معلومات عما إذا كان هناك حريق أم لا، ولم يتسنى أيضا الوصول لفرقة إطفاء لندن للتعليق. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا بالكوليرا منذ تفشي الوباء، والأسبوع الماضي ظهرت بضع حالات في مدينة سيئون وميناء المكلا في منطقة حضرموت بشرق اليمن. أفادت دراسة دولية بأن هناك سلاح قوي للتصدي للملاريا يتمثل في العناية بالحدائق، لأنه يساعد في القضاء على تجمعات البعوض الناقلة للمرض بالتخلص من مصدر تغذيته. واختبر الباحثون هذا النهج الجديد في مكافحة المرض في 9 قرى في منطقة بانديياغارا في مالي غرب القارة الإفريقية، ووجدوا أن إجمالي عدد البعوض انخفض بنحو 60%. قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والخطوط الجوية الكويتية إن بوسع ركابهما الآن حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أحدث شركتي طيران في الشرق الأوسط تعفيهما السلطات الأمريكية من حظر الأجهزة الإلكترونية. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.